رحمة الله. أنا ما دار أتكلم كثير، بس دار أعلق على خبر جابته الجريدة الفاشلة اللي اسمها جريدة الدار أو جريدة الغنم، ما عندها موضوع جريدة الدار دي. وصاحب جريدة الدار المحرر، ولا أنا طلع لك الجريدة، ما أعرف جبتها معي ولا ما جبتها، ما فيها الجريدة بتاعت يوم الثلاثة الفات أو يوم الأربعاء الفات، فهمت؟ بينقلوا خبر عن شيخ اللمين، شيخ اللمين بتاع بيت المال، بعد ما الحكومة قفلت الخلوة بتاعته والأهالي بتاع بيت المال، انت صوفي تخارج ما تزعل، بتاع بيت المال طردوا ناس الحلة، طردوا ما نحن ناس الحلة ذاتهم، قالوا الزول ده ما نافع ما كويس، هو ما كويس أصلا طردوا، الله لا عادوا، الله يطرد البقية، فهمت؟ فناس الجريدة نقلوا خبر قالوا شيخ اللمين قبضوا في الإمارات وعملوا معه لقاء، الدار تنفرد بحوار مع شيخ اللمين، بالله تنفرد، جابت جون ولا طلعت اوف سايد، تنفرد شنو؟ فهمت؟ قال الدار تنفرد بحوار مع شيخ اللمين، طيب يا شيخ اللمين الحصل شنو؟ قال انا قبضوني في الامارات، ده شيخ اللمين عشان تعرف الكذبه كيف، وانت قال نحن مساطيل يا شيخ اللمين، فهمت؟ قاعد نشرب بانجو نحن، قال قبضوني في الامارات، قال لانه في واحد بتاع في واحد حاقد مش حرج فيني ناس الامني، وناس الامني قبضوني قال انا بدعم الجهاد، ولما انفتشوا لقوا فريق الجهاد بتاع عمدرمان، بالله لقوا فريق الجهاد بتاع الكوره، وانت قايل جهاز الامني بتاع الامارات قايلهم صوفيه، انت قايلهم صوفيه انت، قال قبضوا طلع فريق الجهاد اللي بدعمه، قال فريق الجهاد المدرماني، قال بعد ذاك ناس جهاز الامني خدوني في فندق مكيف وفيه ثلاجة وبتاع، بالله هل كان قاعد منو؟ هل كان قاعد معك منو؟ انت كان قاعد في دول قاعد معك؟ او تكذب يا شيخ اللمين، انت بعد ذاك لسه الكذبه ما جات، انت قال ناس جهاز الامني، قال لي جهاز الامن الاماراتي، قال لي تعترف ولا نفكك، بالله يا زول انت قال الشغله دي في عنايه في المدرسه، ها تعترف ولا نفكك؟ قال لي تعترف ولا نفكك؟ قال فكوا بعد ذاك قال ارجع، طيب من البدايه ما كان يقول لك تعترف ولا نفكك؟ مقعدين لك 35 يوم قربت تتم ال40، ما كان يفكوك، ما كان يفكوك يا شيخ اللمين، من 35 يوم انت قابضين جوا في الامارات هناك، المولد بالمناسبه زول ده ما جا ما رقص، المره دي فوت الرقصه بتاعته اووب حرتي سرتي، التشيكس بتاعك يا شيخ اللمين فقدك في المولد، انت ما كان من البدايه يقول لك امرك تعترف ولا نفكك ويفكوك، انت وانا داري اوريك كلامي يا شيخ اللمين، نحن مشكلتنا معك ما في قروش سرقتها ولا ما سرقتها، ولا الامارات قبضوك دخلوك تحت الواطه، مشكلتنا معك في العقيده والشرك اللي بتجيبه انت، ما براك والصوفيه الشت كلهم كلهم سمانيه برهانيه تجانيه نقشبنديه، خلي الصوفيه امشي الجبهجيه بغادي، شعبي وطني ليبي خرطقت شيعه اتحاد ديمقراطي البجايا العطاله ديل كلهم مشكلتنا معهم في العقيده، تقال مشكلتنا معهم في قروش؟ ما في قروش، انت خلي يسرق قروش ما يسرق قروش الا تتوب من الشرك بتاعك يا شيخ اللمين، انت لكن ما تكذب اوعك تكذب، وبتاع جريده الدار صوفي عملوا معاه لقاء ناس حكايات، كمان جريده الفنانات ندى القلعه ما عرف طلعت اغنيه جديده وتراجعت عن الاغنيه والفرفور فرفر، انت جريده بتاعت اغاني جريده حكايات دي ما عندها موضوع ابدا، عملوا لقاء مع المحرر بتاع جريده الدار قال انا استفدت من الصوفيه، انت استفدت من الصوفيه عشان كده بتاع جريده الدار بنشر للصوفيه، حصل لقيته ناشر للسلفيين، حصل جاب انت جيب الحلقه بتاعتنا دي في الجريده، جانب من نبذنا بعد ذاك جانب من حلقه السلفيين المتشددين الوهابيه في بحري، اتكلموا في البرع وقالوا البرع ما بينفع ولا بضر، بس جيبها زي ده بس جيبها كده، ما بيقدر والله ما يقدر، يقدر خليك مع التيس الوليد وما عارف عندهم حركات زي، طبعا جريده فاشله فاشله والاعلام ده كله فاشل كله فاشل، انت مشكلتنا مع الصوفيه في الشرك بتاعهم، اوريك انا الشرك بتاع الصوفيه، انت ده رياض الجنه ونور الدجنه، ده البرعي ده البرعي، انت ده اكبر طاغوت في السودان، ده رضيت ولا زعلت؟ اكبر طاغوت نشر الكفر والشرك بالله عز وجل، الكلام ما بتسمعه في التلفزيون، ما بتسمعه ما بتسمعه في انت التلفزيون بتاع الصوفيه ما بتسمعه الا هنا، انت كلامي ده ديوان رياض الجنة
ونور الدجنة والحلقات دي قاعد يرفعها على اليوتيوب. اها بعد اليوتيوب امشي اقفله برضو. انت كلامي صفحة كله كفر الكتاب ده. كله كفر. انت كله كفر. دار تخد جهنم صدق كلام البرعي ده. جهنم ديكا. زي ما بقولوا جماعة. طوالي. والله جد. ربنا تبارك وتعالى قال اوريك الله قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله قال في القرآن الكريم انت الله قال قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. البرعي شيخ الزريبة هنا اسمعوا قال شنو قال الا يا رجال الغيب عنده رجال ده البرعي الا يا رجال الغيب قال في رجال بيعلموا الغيب. والله قال ما في ذول بيعلم الغيب لا بتاع برعي ولا كباشي ما في ذول بيعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الله اللي بيعلم الغيب. انت قال الا يا رجال الغيب انتم حصوننا فما زال مسبولا والله الا نموت بعد ذاك نخلي البرعي ده تلعب ولا شنو انت وشيخ اللامين برضو الا نموت نفتدخلونا في الوطن التحيد برضو ما بنخليه هاز. قال انتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم اي الحقني ضيم يعني بتجيني مصيبه بتجيني مشكله وانتم حمايتي. البرعي قال حمايته العطاله ديل رجال الله وهم رجال ذاتهم عشان يبقوا رجال الله عز وجل وتعالى الله عن هؤلاء علوا كبيرا. انت وعن قول البرعي قال انتم حصوننا قال ايلحقني ضيم وانتم حمايتي والهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا ان تضيع عيالكم تزعل تقرا طوالي وانتم عيال الله والامر امركم. الامر البرعي قال ما امر الله امر الشيوخ. طب تشجع البرعي لحد هسه والله تشجع مازن بيحسن من البرعي ما عارف ولا شيء مازن بيحسن لك انت. قال قال والامر امركم اذا شئتم شاء الاله اذا شئتم شاء الاله وانتم تشاءون ما قد شاء لله دركم. انت البرعي بيتكلم عن شيخه احمد الطيب البشير قال الم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. دي عقيدة البرعي وعقيدة الصوفية وعقيدة شيخ اللمين وبتاع جريدة الدار اللي هو بتاع الغنم انت دي العقيدة بتاعته. ولا بكرة يطلع لنا بيان في الجريدة يقول أنا ما صوفي بعد تقول ما صوفي بجيب من رجلك جرائد والله تضعتك ما عارف حقتك انت يا بتاع جريدة الدار يا فاشل يا مجرم. وذاك الثاني التعني للأزرق انت احنا عندنا مشكله كبيره مع الاعلام ده بتاع حسين خوجلي اللي بيجيب محمد المنتصر الصوفي بيصل للكلام ده. الاولياء بيعلموا الغيب الاولياء بيدوا الجنه الاولياء بيستجيبوا الدعاء الاولياء بيعملوا اي حاجه حق الله تشالها دال الاولياء والشيوخ بتاع انه تبا للصوفيه حيث محله. انت كلامي ده الدين بتاعهم ده الدين بتاعهم. وين شيخ اللمين امشي افتح بلاغ امشي افتح بلاغ انت كذب. والله انا زعلتني زعل الكذبه دي جابوا ناس جريدة الدار وجريدة الوطن آخر المقال بتاع جريدة الدار قال والتفاصيل الوافية غدا تاني ما جابوا. أنا جيت بكرة فتشت الجريدة فوق تحت ما لقيت جريدة الدار بس غنماية ولدت تيس ولد ما عارف ما لقيت كلام عن شيخ اللمين ولا الليلة ما جابوا كلام عن شيخ اللمين. ناس جريدة الدار كذابين كذاب يا جريدة الدار وكذاب يا شيخ اللمين واحد فيكم بس كذاب يا إنت كذاب شيخ اللمين كذب على جريدة الدار ولا جريدة الدار كذبت على منو على الشعب السوداني. لكن احنا قاعدين هنا اي كذبه بنكشف لك طوال انت. وزي ما ورينا يا شيخ اللمين مشكلتنا معك في العقيده اول حاجه عقيده اول حاجه تخلي الشرك وتخلي الكفر وتتوب الى الله تبارك وتعالى من الكلام الباطل والشرك الذي لم يقل به ابو جهل وابو لهب عليهم لعين الله. تتوب من الكلام ده بعد ذاك الموضوع ده بنشوف لك موضوع قروشك دي اكلتها وديتها وين انت يا شيخ اللمين انت كلامي. وديل البجايا الختميه اللي هنا ديل اسكت يا اخونا اقعد اقعد انت جو طب تنفع المحل ده حار جدا هنا انت عارف حقن ثقيله الله يهد
جيت عيان بدوك حقنة انت كورك ما بينفع انت. وده لسه جاري لنا جاري جاري استلام الرسالة ده بكون الرسالة حصلته عرف طبعا البرع ما بينفع ما بينفع انت قباش برضو ما بينفع صاحب ديما ما بينفع. هنا المحل ده بنقول لك امسك في الله وفك الشيوخ طوالي بس ما عندنا حاجة تانية. هجيت قلت لك نادينا انا اقول يا فلان قلت لك ناديني قلت لك نادي شيخنا فلان قلت لك لا قلت لك اسأل الله انت زعلان مالك ليه يعني انا عارف ده موضوع تاني ذات ليه بس زعلان وكده نقول لك اسأل الله وخلي الشيخ شيخك ده احسن من الله لولا نبست الاولياء يلو يخشمك شيخك ده احسن من الله امسك في الله وخلي الشيخ برعي مش بتحب البرعي هاي برعي لبن برعي زبادي كابو في شديم رمات هاي البرعي ده ما تناديه نادي الله الخلق البرعي وقتل البرعي زعلان ليه يعني انا داير اعرف الناس انت زعلان ليه ما تنادي البرعي ما نادي البرعي هاي ما تنادي البرعي نادي الله الله قال لك ناديني انا وقال ربكم وانت لاسي ربكم ما عارفه ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا انت تسأل الله براو أنادي الله براو عقدتك دي خليها في الله خليها شيخ الله من ده ما كان عقدته في المكاشف للمكاشف نفعه لا برع نفعه أبونا الشيخ ماشيين بنفسه ماشيين بجاهه ما عارف الشيخ نفس لسه بطرشك انت المهم يتورط في الورطه بتاعته دي ولسه نحن يا شيخ اللمين سيك سيك معلق فيك والله جل ما بنخليك لصقا نحن امسخ من مويه الترمس زي ما قال شيخنا شهاب والله جل واليق من الصابون ما بنخليك كله كله مرقوك في الامارات من تابعك جابوك دبي ما بنخليك جيت السودان هذا الرجم الله خلق انت والله جل يا شيخ اللمين ما بنخليك كله كله وراك وراك والله جل الا التوب الا التوب حل واحد بس يا صوفيه دارين توقفوا المشاكل والكلام زي ما بقولوا جبهجية تقارب الجماعات الإسلامية الصوفية يتوبوا من الشرك بعدك بنتفق معهم ما تابوا من الشرك ما في اتفاق مع الصوفية عشان ما يجينا كوز مرض يقول لكم توحد الصف ما في صف صف يتوحد بالعقيدة دي بتاع البرع يفك البرع كباشي يفك الكباشي العطالة البجاي ديل ديل البهينة ديل ديل يفكوا الختم وكلنا نعبد الله عز وجل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحلقة دي متواصلة كل اثنين وخميس في المكان ده. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.